عايزين نعرف حضرتك الناس اللي هي بتتكلم اللغة العربية بأهم المواقع اللي حضرتك بتكتب فيها، زي بيم سينك سبيس أو بيم فريم وورك، المواقع اللي حضرتك يعني بتمتعنا كل فترة بالكتابة فيها. ايه المواقع اللي حضرتك بتكتب فيها بحيث نقدر نتابع حضرتك عليها؟ نعم، عندك bimthinkspace.com. هذا معمول اللي انا بسميه informed practitioners، يعني الناس اللي بيشتغلوا ب يعني مش researchers، ولكن بنفس الوقت عندهم اهتمام عالي بالموضوع. وفي عندي بلوج اسمه BIM Framework، وهيدا للمتخصصين بالأبحاث بموضوع البيم. وفي عندي ويب سايت اسمه bimexcellence.com، وهيدي متخصصة بالتقييم الكومبتنسي والكابابيليتي، يعني البرفورمانس، ما اعرف شو بالعربي، للأشخاص. وفي أشخاص ممكن for free انه to subscribe وتفحص معلوماتها عن موضوع البيم. هدول هن، في غيرهم ولكن هدول هن اهم شيء.